كثيرة هي الأسباب التي تحدد وجهتنا لقضاء إجازة الصيف، لكن الجميع يتفق أن الطبيعة الخلابة ودرجات الحرارة المنخفضة هي الأولى. هنا ظفار تستقبلك برذاذها المنعش وجوها الآسر، تمتزج بين سحر شلالاتها وتدفق عيونها، تحدك شواطئها وجبالها الساحرة لتجعل من رحلتك الصيفية يوماً لا ينسى. تفاصيل الخريف تجدونها في برنامج من صلالة، والذي يطل عليكم في الأوقات التالية.